حبيت أشارك اليوم شباب الفندقي حتى أتعرف على هذا القطاع أكثر وأعيش تجربة جديدة بهذا اليوم. من أبرز الشغلات اللي تعلمتها في قسم الاستقبال كيف أعمل تشيك إن وتشيك آوت، كانت من أجمل التجارب. تعلمت كثير أشياء طبعاً ممتعة، وأشياء كانت عندي عليها علامة استفهام والحمد لله تعلمتها، وكانت مثل التشيك إن والتشيك آوت. تعلمت كيف أني أكون أستقبل الضيف بطريقة حلوة وطريقة لبقة بتعطي صورة حلوة عن المكان اللي أنا بداوم فيه. شاركت اليوم في يوم شباب الفندقة، تعلمت شغلات جديدة في قسم الهاوس كيبينج. تعلمنا كيف انه احنا نسوي السيزر الجريك سالاد، تعلمنا كيف انه احنا نمسك السكينة. كانت تجربتي رائعة جدا، كسبنا خبرات انه احنا نتطور بمجال عملنا. بطمح اكون شيف باكبر اوتيلات المملكة. شاركت اليوم لحتى انمي موهبتي وأتطور من حالي بمجال الطهي. تعلمت اليوم وصفات كتير غريبة وزاكية، وتعرفت على معدات أول مرة بشوفها. كانت تجربة اليوم كثير ممتعة، تعلمت مهارات جديدة علي، كيف أرحب بالضيوف، أرتب بالسطر. أنا اخترت قطاع الضيافة لأنه هو قطاع ذات حياة دائمة، بضم عديد من المجالات في نفس القطاع، بعطي فرص كبيرة للعمل فيه. اليوم فخورين كثير بإطلاق مبادرة مع فندق جراند حياة عمان والتعليم لأجل التوظيف الأردنية، هي أكاديمية الشباب الفندقي في الأردن. الأكاديمية مبادرة عظيمة راح تخلي الشباب والشابات المهتمين بقطاع الضيافة في الأردن وتحديداً الفنادق إنه يتدربوا بقلب فندق. هذا الموضوع بيسهل كتير على اختراق سوق العمل، بيشوفوا المهارات المطلوبة على أرض الواقع، بيعيشوا التجربة الفندقية بشكل يومي وبيشوفوها وبتعلموا منها، وبالتالي بتسهل عليهم إنهم يخترقوا سوق العمل بثقة عالية بالنفس وبتمكين وظيفي عالي جداً. With our Future Hotelier Academy, we want to make sure that we can give opportunities to our students, future students, local communities, to also help unemployment to decrease and help people to strive in a fun environment. With the current unemployment rates, not only due to COVID, but definitely more unemployment after COVID and during COVID, we try to help the local community by finding opportunities to work in an international company, by using our resources and global experience for over than 50 years. EFE Jordan and Grand Hyatt Amman have been great partners over the past few years, and we now want to take it to the next level to further grow opportunities for young people in Amman and the country. اللي خلاني اشجع ابني اللي يشتغل بمجال الضيافة انه شعرت انه ميوله للطبخ اكثر، لقطاع الضيافة اكثر، فكان يعني أغلب أوقاته بالبيت بالمطبخ، فهذا اللي خلاني أشعر إنه هذا هو المجال اللي رح يبدع فيه. دعمت ابني باختياره في العمل في المجال الفندقي، شجعته طبعاً إنه استمراره رح يخليه يوصل لمرحلة أفضل في العمل، حيث استطاع إنه يطور نفسه من العمل بالعمل لدرجة إنه الآن مستلم مساعد مدير مطعم.